الحمد لله القائل كل من عليها فان ويبقى. في خضم القرارات التي يتخذها الملك سلمان بن عبد العزيز في المملكة العربية السعودية، أصدر أمس العديد من الأوامر الملكية والتي تتعلق بتعيينات لمسؤولين كبار في الدولة، وكان من بينها أسماء نساء برزت باحتلالها مراكز معينة ليصبح دور المرأة فعالاً على الصعيد السياسي بشكل كبير. نفتتح على بركة الله أعمال السنة الثانية من الدورة. وفي التفاصيل، أصدر الملك سلمان أوامر ملكية شملت إعفاء الأمير عبد الرحمن بن محمد المقرن أمين عام مجلس الوزراء من منصبه وتعيينه مستشارا بالديوان الملكي، وذلك بحسب الخليج أونلاين. كما تم تعيين الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود نائبة لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة، وعبد العزيز بن إسماعيل طرابزوني مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة. كما تضمنت الأوامر تعيين منصور بن عبد الله بن سلمى نائبا للسكرتير ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالمرتبة الممتازة، ومحمد بن عبد الله العميل نائبا للأمين العام لمجلس الوزراء لشؤون المجلس بالمرتبة الممتازة. هذا وقد تم تعيين الشيهانة بن صالح العزاز نائبة للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، وأيمن بن محمد السياري نائبا لمحافظ البنك المركزي السعودي للاستثمار والأبحاث بمرتبة وزير، وبندر بن عبيد بن حمود الرشيد سكرتيرا لولي العهد بمرتبة وزير. كما شملت الأوامر الملكية تعيين إيهاب بن غازي الحشاني نائباً لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمرتبة الممتازة، ورماح بن محمد رماح نائباً لوزير النقل والخدمات اللوجستية وتكليفه بالقيام بعمل رئيس الهيئة العامة للنقل. هذا وبحسب الأوامر الجديدة، تم تعيين خالد بن وليد الظاهر نائباً لمحافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية، وأحمد بن سفيان الحسن مساعداً لوزير النقل والخدمات اللوجستية. أما عبد العزيز بن حمد رماح فعين نائباً لوزير الصحة للتخطيط والتطوير. وكان قد أصدر الملك السعودي في 29 من مايو الماضي عدداً من الأوامر الملكية التي تتعلق بتعيينات وأعفاءات لمسؤولين كبار في الدولة، شملت أنذاك تعيين عادل الجبير مبعوثاً لشؤون المناخ إضافة لعمله وزير دولة للشؤون الخارجية بحسب المصدر السابق.